مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية: قيادي في الحزام الأمني يؤسس لواء عسكريا لشقيقه الأصغر. طلاب وطالبات جامعة صنعاء يعزفون عن فعاليات الحوثيين. وفي أخبارنا المنوعة: الهدف منها حمل صخور من الفضاء، ناسا تطلق مركبة إلى المريخ في أول رحلة ذهاب وعودة. أهلا بكم. شهدت فعاليات الحوثيين السياسية والدينية في جامعة صنعاء عزوفا كبيرا من قبل طلاب وطالبات الجامعة، وفقا لتقرير نشره يمن مونيتور بعنوان: طلاب وطالبات جامعة صنعاء يعزفون عن فعاليات الحوثيين، وتنفق الجماعة المسلحة على فعالياتها الدينية والثقافية مبالغ مالية كبيرة في وقت يمر فيه التعليم في اليمن بأسوأ مراحله، فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتردية، حيث يعاني أكثر من ثلثي السكان من مجاعة وفقر مدقع. يقول طالب في كلية التجارة ليمن مونيتور أنه تم إلغاء العديد من المحاضرات الأكاديمية كي نتوجه إلى ساحة الشهداء في الجامعة كي نحضر المهرجانات والفعاليات وتلقى محاضرات عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة. أضاف: أصبح الطالب الجامعي عند دخوله إلى جامعة صنعاء يعتقد أنه في أحد المعارك والجبهات القتالية بسبب الزوامل الجهادية والتحشيد للقتال ودعوة الطلاب لتقديم الدعم والمشاركة في جبهات القتال الحوثية. وتابع قائلا: هناك عزوف كبير للذهاب إلى هذه الساحات التي تحولت إلى صور للقتل ولرفع شعارات الموت. من جانبه أفاد مراسل يمن مونيتور أن القائمين على هذه المهرجانات يتعمدون تشغيل مكبرات الصوت في أوقات المحاضرات، ما يتسبب في إرباك وتعطيل العملية التعليمية في كليات جامعة صنعاء. خارطة مقاومة بإيقاعات سياسية، مرحلة من الزمن القديم. تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشره بلقيس. القذيفة التي لا تطلقها رؤية سياسية ثاقبة ومتجانسة ومتفاهمة تحوم في فراغ، قد تقتل وقد تدمر وقد تصيب هدفها بدقة، لكنها فقط توسع مساحة الفراغ الذي يلتهم التضحيات والانتصارات معا. الموقف السياسي هو الذي يملأ هذا الفراغ، وهو الذي يجعل القذيفة رسالة للحياة أو مجرد أداة للموت. ابتلي اليمن بجماعة طائشة تتحرش باستقراره بإشعال الفتن والحروب اعتمادا على موروث سياسي كهنوتي، تهيئ الظروف لأي مغامر دوافع استدعائه في اللحظة التي تتراخى فيها قبضة الدولة ليثير الفتنة والحرب جرياً على ما ارتبط بهذا الموروث من أوهام تتعلق بشؤون الحكم والتسلط، وهو في الأساس مشروع أيديولوجي مسلح يستخدم العنف والقوة للوصول إلى أهدافه. مقاومة هذا المشروع لابد أن تتأسس في إطار مشروع يجسد الدولة المدنية ونظام الحكم المعبر عن إرادة الناس، وهو أمر لا يمكن أن يتم بدون ضوابط أو قواعد تستمد من إدراك مخاطر هذا المشروع العنصري من ناحية، والحاجة لتكوين الحامل السياسي المناسب لمواجهته. لا يجب مواجهة هذا المشروع المغامر القائم على مفاهيم أيديولوجية في الحكم إلا بمشروع سياسي وطني يتجاوز مثالب الأنظمة المستبدة التي تركت فجوات هائلة في الدولة لتسويق مشاريع حكم لا وطنية وبمستويات لم تكن قادرة على استيعاب الوطن كله. وبدلاً من أن توسع نطاقها الوطني لتستوعب الوطن كله، راحت تستخدم القوة والإفساد والقمع وتدمير البنى السياسية والثقافية والاجتماعية المؤهلة لبناء الدولة الوطنية بقاعدتها الواسعة. هذا الوجه الأول للحامل السياسي في معنى، أما الوجه الآخر له أي في مبناه، فهي القوى السياسية والاجتماعية المؤمنة بهذا المفهوم للدولة. باختصار، لا يمكن مواجهة مشروع الحوثي المتسلح بأيديولوجية عنصرية للحكم إلا بمشروع جامع متسلح بروافع وقيم وطنية. أحد القيادات العسكرية الموالية للمجلس لانتقال في أبين
شكل لواء عسكريا وبحث بين آلاف الجنود فلم يجد غير شقيقه لتعيينه قائدا للواء وفقا لموقع المصدر أونلاين والذي عنون القيادي في الانتقال الجنوبي عبد اللطيف السيد يشكل لواء جديدا في أبين بقيادة شقيقه. قال مصدر عسكري للموقع إن المجلس الانتقال الجنوبي شكل لواء عسكريا جديدا في محافظة أبين في خطوة من المتوقع أن تساهم في تعثر جهود تنفيذ الملحق العسكري لاتفاق الرياض. المصدر قال إن القيادية في الحزام الأمني عبد اللطيف السيد أسند مهمة تشكيل لواء عسكري إلى شقيقه حيدر السيد وسيتولى اللواء مهمة مكافحة الإرهاب في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. وقال المصدر إن اللواء دشن خلال الأيام الماضية عمليات تجنيد في مدينتي زنجبار وخنفر ومناطق أخرى قدم منها مجندون للتسجيل، ويتهم حيدر السيد وهو الشقيق الأصغر لقائد الحزام الأمني في أبين والذي أسس له أخوه لواء عسكري يتهم بالوقوف خلف عمليات إعدام جنود في القوات الحكومية أصيبوا في الغارة الجوية التي نفذتها مقاتلة إماراتية على قوات الجيش في نقطة العلم الأمنية أواخر أغسطس الماضي. أما القوات الأمنية في أبين فلها مطلب آخر وهو الإفراج عن المسؤول الأمني حتى يتمكن من صرف المرتبات وفقا لموقع عدن الغد والذي عنون منتسبو أمن أبين يناشدون إطلاق سراح المندوب المالي عواد الفضلي. قال الموقع إن منتسبي أمن محافظة أبين ناشدوا إطلاق سراح المندوب المالي عواد الفضلي المعتقل لدى قوات الحزام الأمني. طلب الجنود بسرعة إطلاق المندوب المالي لشرطة أبين عواد الفضلي لكي يتمكن من صرف المرتبات. أضاف الجنود أن عواد محتجز في السجن 7 أكتوبر وليس له علاقة بكل ما يحدث من مشاكل وهو مندوب مالي فقط. أحرار عدن وأيادي العبث، تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في موقع عدن الغد. المحامي الفاشل يدحض عدالة القضية التي يترافع من أجلها، والمحامي الجاهل بنظم وقوانين الحكم لا يحسن الترافع فيخسر القضية. ليس كل حماس يمكن أن يكون محاميا جيدا، بل المحامي الجيد للقضايا هو الحماس الواعي والمهني، واعي بعدالة القضية التي بالضرورة ترعى حق الآخرين بالحياة، حقهم المكفول دستورا وقانونا، والقضية التي تمس الحق العام وتعكر الصفو العام تتحول لمشكلة كمشكلة الحرية التي تقيد حرية الآخرين. هنا يكمن فشلنا حينما نريد أن نظفر، نعود خطوات للخلف وبدلا من أن نقدم الحلول نصنع المشكلات ونؤزم الواقع لنحشر قضيتنا في زاوية ضيقة تجعل منها مشكلة للآخرين، مشكلة تضيق عليهم الخناق وتجعل حياتهم جحيما، فيندفعون مجبرين للدفاع عن أنفسهم وحقوقهم ومستقبلهم. هذا الفشل هو مصدر العبثية من الخسران الدائم، فخسرنا الثورة عندما اعتقد البعض أنها وسيلة انتقام وكراهية وعنصرية وتيار جارف لكل ما هو خير وشر معا، وخسرنا الدولة حينما تخيلنا أن هيبة الدولة تعني البطش والاعتقال والتفتيش في النوايا، وخسرنا مؤسساتها عندما حشرناها في معاركنا الضيقة والصغيرة. ونحن نخسر قضيتنا العادلة عندما تحول البعض لمجرد جبروت وسجان وطاغية، ونخسر صمام أمان الأمن والسلم الاجتماعي عندما جندنا دون مهنية وبعقائد لا وطنية، وعندما سلمنا تلك التشكيلات لمن لا يؤتمن ولا يعي المسؤولية والمهمة الملقاة على عاتقه، وسلمنا الدوريات العسكرية لمن لا يرعى حق الطريق العام وقوانين السير والأمن العام، وسلمنا البندقية لطائش ومتهور، وكل هؤلاء افتقدوا لقائد وطني مهني شريف مسؤول أمام الله والنظام والقانون وعادل.
التدريب غير حياتي. انشغالي في المنزل بصناعة الإكسسوارات من مواد تقليدية ساعدني كثيرا في الخروج من الحالة النفسية الصعبة. هذا ما قالته منيرة التي تبيع منتجاتها في بازارة مخصصة لبيع الإكسسوارات باليمن وعنوان موقع المشاهد نت. يا منيات يصمدن في وجه الحرب، قال الموقع. تقضي نسيم وسماح مقبل قرابة 6 ساعات بشكل شبه يومي بالعمل في التطريز لمساعدة والدهما في نفقات منزلهم الصغير شمالي العاصمة اليمنية صنعاء. تنجز الفتاتان 10 فساتين في الشهر مقابل دخل يعادل 6000 ريال. وتقول نسيم: نشتري بالنقود جزءا من متطلبات دراستنا أو الطعام، نساعد والدنا. منذ 4 سنوات تقضي سمية ذو 43 عام قرابة 8 ساعات بشكل شبه يومي في رعي الأغنام لمساعدة أسرتها المكونة من 7 أفراد في نفقات منزلهم الصغير غربي العاصمة اليمنية صنعاء. تمتلك سمية 10 رؤوس أغنام تقوم بتربيتها وبيع ذكورها بما يعادل 700,000 ريال، أي 1,176 دولار أمريكي كل عام، تكفي لسداد كافة احتياجات منزلنا. ودفعت الظروف المعيشية الصعبة آلاف النساء اليمنيات للبحث عن فرصة عمل والقيام بمهمات شاقة في ظل انشغال الرجال بالحرب لإعالة أسرهن. وباء الخوف. تحت هذا العنوان كتب إفغاليوس فيليانتوس مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد مضيفا: أدى فيروس مجري غير مرئي إلى إقلاق سير الأعمال العالمية المعتادة، وهو يقتل الناس في جميع أنحاء العالم ويرسل عدداً لا يحصى من الأشخاص إلى المستشفيات، وينتشر وباء الخوف. وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في 1 آذار 2020 أن فيروس كورونا الجديد يرسل ارتعاشات الخوف يومياً عبر أنحاء الكوكب. في منطقة بمساحة ربع الولايات المتحدة، حجرت الصين على أكثر من 100 مليون من مواطنيها، وتؤثر قيود السفر على 780 مليون صيني الآلة البشرية. هذا التوغل غير القابل للتنبؤ به لكائن غير منظور في الآلة البشرية الهائلة يتقدم ببطء نحو العالم مواصلاً مساره المميت. في العام 1800 كان كوكبنا يأوي نحو 1 مليار شخص، وفي العام 2019 كان عدد سكان العالم 7.7 مليار نسمة، وتستمر أعداد الناس في الارتفاع بل وتتضاعف كل بضعة عقود، وهذا يضمن التوترات الطبقية واستغلال الأقوياء للضعفاء وإفقار العالم الطبيعي ونشوء الموجات الدائمة من المهاجرين واللاجئين الذين يسعون إلى حياة أفضل. ينمو سكان الدول المدارية في الجنوب بوتيرة أسرع من سكان الشمال، بعضهم تنفجر أعدادهم داخلياً ويتدفقون عبر الحدود، وتجعل الحرب كما هو الحال في سوريا وارتفاع درجات حرارة الكوكب مثل هذه الحركات السكانية حتمية ومأساوية وخطيرة. في الوقت نفسه تتعرض آلة العالم لتهديد مناخ يصبح مختلفاً وأكثر خطورة، ويجي هذا نتيجة لا مبالاة استمرت لعقود، خاصة من جانب البلدان الشمالية التي كانت مسؤولة عن معظم تلوث كوكب الأرض لأكثر من قرن. ومع ذلك تتجاهل هذه البلدان قيام الشركات والدولة بإبادة الغابات وتخريب الأراضي والبحار. ظل علماء المناخ يخبرون صانعي السياسة في جميع أنحاء العالم بأن حرق الوقود الأحفوري هو أمر سيء، وبأنه ينطوي على احتمال انتهاء الحياة، وبأنه شأن بغيض أخلاقياً ووحشي، وبأنه يقوض الحضارة. وتقوم مصانع الحيوانات الموجودة في الصين الآن بإنتاج اللحوم لمئات الملايين من سكان المدن. يغامر التونسيون بحياتهم للوصول إلى أوروبا، ولكن مع وجود كورونا يحدث العكس، حيث عاد التونسيون إلى بلداتهم. وعنونت صحيفة القدس العربي: ميناء مرسيليا الفرنسي طريق العودة الجديد للتونسيين في إيطاليا هربا من كورونا. قال مصدر من الجمارك التونسية أن باخرة تقل 270 مسافرا رست في ميناء العاصمة حلق الوادي بعد يوم واحد من إعلان وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي
إلغاء كافة الرحلات البحرية القادمة من إيطاليا. والباخرة كاتانيا القادمة من ميناء جنوى الإيطالي هي الرحلة الأخيرة التي يفترض رسوبها في ميناء تونسي بعد إعلان الوزير المكي إلغاء جميع الرحلات البحرية والجوية مع إيطاليا باستثناء عدد محدود من الرحلات الجوية عبر العاصمة روما. قال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الركاب خضعوا جميعهم إلى إجراءات الفحص الأولي لقياس الحرارة تحسبا لوجود إصابات بفيروس كورونا المستجد المنتشر في إيطاليا. كما أوضح المصدر أن الباخرة ستعود أدراجها وعلى متنها 340 مسافر، وستبقي السلطات بعدها على رحلة بحرية واحدة مع ميناء مرسيليا الفرنسي. أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اسم المثابرة على المركبة التي سترسلها إلى المريخ هذا الصيف في أول رحلة ذهاب وعودة مرة أخرى إلى الأرض، وعنونت شبكة البي بي سي. ناسا تطلق مركبتها المثابرة إلى المريخ الصيف المقبل في أول رحلة ذهاب وعودة. وكانت ناسا قد أطلقت مسابقة في المدارس لاختيار اسم المركبة التي ستصعد إلى الكوكب الأحمر، وشارك فيها 28 ألف تلميذ. وستتركز مهمة المركبة بصورة أساسية على محاولة العودة إلى الأرض مرة أخرى محملة بصخور من المريخ حتى يمكن دراستها. ومن المقرر أن تهبط إلى حفرة استوائية وتبحث عن أفضل العينات التي يمكنها تخزينها مؤقتا لاسترجاعها في مهمة لاحقة. ويعتقد العلماء أن هذه أفضل طريقة لتحديد ما إذا كانت الحياة موجودة على كوكب المريخ أم لا. وأطلقت ناسا مسابقة لتسمية المركبة الجديدة، وطالبت من الأطفال اختيار اسمهم المفضل مع كتابة توضيح لسبب اختياره من 150 كلمة. وفاز تلميذ من فرجينيا بأعلى الأصوات لاختياره اسم المثابرة، وكتب التلميذ: نحن كبشر تطورنا كمخلوقات، يمكن أن تتعلم كيف تتكيف مع أي موقف مهما كان قاسيا. نحن نوع من المستكشفين، وسنلتقي بالعديد من الانتكاسات في طريقنا إلى المريخ، ومع ذلك يمكننا المثابرة. فنحن كبشر وليس كأمة أمريكية لن نستسلم. الجنس البشري سوف يثابر دائما في المستقبل. مطارات فارغة، شوارع خالية من البشر، مشاف مكتظة، ووجوه مغطاة بالكامل، وأناس يغيرون طريقة المصافحة خوفا من كورونا. كل هذا التقطه مصور الجارديان البريطانية، نتابعه في جولتنا. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع، نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم.
بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.